صندوق النقد الدولي يصنف الاقتصاد الجزائري في المرتبة الثالثة بعد جنوب أفريقيا ومصر. الجزائر تقدمت على نيجيريا التي جاء اقتصادها في المرتبة الرابعة. ما الذي أدى إلى تقدم الاقتصاد الجزائري وإلى أي مدى يعكس التصنيف مستوى معيشة الجزائريين؟ الجزائر الآن أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد كل من مصر وجنوب إفريقيا، وأعتقد أن المؤشرات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي استقبلها الجزائريون بكل فخر، وهذه الأرقام ربما جاءت متطابقة مع الأرقام التي أطلقتها السلطة هنا في الجزائر منذ أيام، مما يعطي مصداقية أكبر للأرقام الوطنية هنا في الجزائر. كما الاقتصاد الجزائري حقق وثبة قوية خلال السنتين الماضيتين. في السنة الماضية بلغ الناتج الوطني الخام 266 مليار دولار هنا في الجزائر، ومن المرتقب حسب ربما آفاق الاقتصاد الجزائري أنه بعد سنتين سيصل الناتج الوطني الخام إلى عتبة 400 مليار دولار. عمل الرئيس هو الآن توجد رؤية واضحة ومحددة واستراتيجية هادفة. الجزائر في السنتين الأخيرتين وضعت ترسانة من القوانين، نتكلم على قانون جديد للاستثمارات، قانون للصفقات العمومية، قانون للمحاسبة العمومية، قانون للعقار. ما وضعت الجزائر من قوانين خلال السنتين الماضيتين يتجاوز ربما ما وضعت خلال 20 سنة الماضية من القوانين. هناك اهتمام كبير بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، تسجيل أكثر من 6600 مشروع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات. فيما يتعلق بحجم الناتج الوطني الخام هنا في الجزائر بلغ السنة الماضية 266 مليار دولار، وهو لا يتضمن قيمة الاقتصاد الموازي. قيمة الاقتصاد الموازي أكثر من 90 مليار دولار، هي غير داخلة في حسابات الناتج الوطني الخام. وهناك طموح لبلوغ رقم 400 مليار دولار في غضون سنتين، ويجب إعطاء مصداقية أكبر للأرقام التي تقدم من طرف صندوق النقد الدولي، لأن هذه الأرقام عندما كانت تشكك في مصداقية الاقتصاد الجزائري كانت يتم اعتمادها من طرف الخبراء، والآن عندما جاءت هذه الأرقام في صالح الاقتصاد الجزائري البعض أصبح يشكك منها، وكأن صندوق النقد الدولي يحابي الحكومة الجزائرية. للأسف الشديد البعض كان ينتظر سقوط الاقتصاد الجزائري وانهيار الاقتصاد الجزائري، أو بالأحرى كان يتمنى ذلك، لكن الجهود الكبيرة للدولة الجزائرية هي التي أدت إلى هذا. لا نتكلم عن الناتج الوطني الخام فقط، نتكلم عن معدل نمو اقتصادي تجاوز 4% في الوقت الذي أكبر الدول الأوروبية الآن تحقق معدلات نمو صفرية 0.5 و 0.6%، في الوقت الذي نشهد فيه مظاهرات في أوروبا، مظاهرات واحتجاجات اجتماعية. نعم هناك ارتياح كبير من طرف الجزائريين الآن، هناك جهود كبيرة الآن، هناك زيادات في الأجور، زيادات في المعاشات، هناك خلق لم يعرفوا منح للبطالة، وهناك زيادات مرتقبة تصل إلى 48% خلال السنتين القادمتين. والجزائر الآن تعمل على توفير أهم السلع الأساسية، بعدما كنا نستورد الحديد الآن نصدر الحديد، بعدما كنا نستورد الإسمنت الآن نصدر الإسمنت، بعدما كنا نستورد البنزين الجزائر الآن حققت الاكتفاء الذاتي في مادة البنزين. هناك مشاريع استراتيجية حتى على المستوى الغذائي منذ أيام فقط، مشروع جزائري قطري هام بقيمة هامة جدا 3.5 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان وصناعة واللحوم. إذا أعتقد الحكومة والجهود جهودات الحكومة هذه في ظرف سنتين فقط، يعني لا نستطيع المطالبات المحال أو المستحيل من الحكومة الجزائرية. أعتقد أنه لأول مرة الآن في تاريخ الجزائر الذين أصبح لدينا رؤية واضحة ومحددة. السلطة في الجزائر تتكلم عن ناتج وطني خام بحوالي 400 مليار دولار في سنتين، وفي الزيادة خلال هاتين السنتين، ووضعت الخطوط العريضة. ما هي القطاعات التي يجب التعويل عليها؟ أولا القطاع، نتكلم على قطاع الفلاحة. الآن قطاع الفلاحة يحتل المرتبة الثانية كأكثر قطاع مساهمة في الاقتصاد الوطني بعد قطاع الطاقة. قطاع الفلاحة للإنتاج أو المساهمة في الناتج الوطني الخام بلغت 18%، وهناك اهتمام كبير خاصة بالزراعات الصحراوية والزراعات الاستراتيجية ومشاريع ضخمة. نتكلم خاصة أيضا على قطاع المعادن والمناجم، أولته الدولة الجزائرية اهتمام كبير تعول عليه. كان مشروع غار جبيلات في غرب البلاد، مشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد، مشاريع ضخمة تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين.
أيضا في قطاع الصناعة كما قلنا هناك 6600 مشروع مسجل بشكل رسمي لدى الوكالة الجزائرية لتحقيق الاستثمارات، أكثر من نصف هذه المشاريع في مجال الصناعة. نتكلم على قطاع الطاقات المتجددة، هناك شراكات هامة خاصة مع ألمانيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة الشمسية. فيما يتعلق بقطاع المؤسسات الناشئة الستارت اب، هناك اهتمام كبير والجزائر أصبحت تحت المراتب الأولى إفريقيا في هذا القطاع. صحيح أن الاقتصاد الجزائري ما زال يعتمد على الطاقة، لكن أعتقد أنه تم وضع محاور كبرى للتخلص ولكسر الارتباط بقطاع الطاقة. فيما يتعلق بقاعدة 49-51 تم مراجعتها هنا في الجزائر، وتم فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب. هناك أكثر الآن من 100 مشروع أجنبي، 120 مشروع أجنبي سيعرف النور قريبا. هناك منذ أيام مشروع مع قطر بقيمة 3.5 مليار دولار. فيما يتعلق بالفساد ومحاربة البيروقراطية والشفافية، الجزائر الآن تخوض حرب ضاروس على لمحاربة الفساد. وحسب تقارير دولية، الجزائر العام الماضي فقط حققت ربما تقدم بثمان درجات على المستوى العالمي. أيضا ما أود أن أقوله بأنه ربما الجزائر سوف يكون له مستقبل زاهر وكبير جدا، وسوف تصبح أكبر دولة إفريقية من ناحية اقتصادية. لماذا؟ لأنه منذ 70 سنة عندما اندلعت الثورة هنا في الجزائر في سنة 54، الكثير شكك في هذه الثورة وقدرتها على ربما على مقاومة ومواجهة المستثمر الفرنسي آنذاك. والآن الكثير من الداخل ومن الخارج الآن يشكك فيما تقوم به الجزائر اقتصاديا، لكن القريب العاجل سيبين لنا ربما النتائج الإيجابية للاستراتيجية الجزائرية في الجزائر في غضون سنتين أو 3 سنوات القادمة ستصبح من أكبر دولة إفريقية من ناحية الاقتصادية.